ورجع لكم من الفصل يا جماعه. انا في الفصل حطيت جزر وبصل وكرفس والمرقه وحته ورقه شوربه حطيتهم والملح والفلفل بتاعهم وسبتهم لغايه لما يستووا خالص عشان بعد كده انا هعصرهم عشان هعمل الصلصه اللي هنعمل بيها البلبتين بتاعنا. انا خلصنا مع بعض العجنه، انا هعمل كده اطلع الفويل افرله كده قدامي وهجيب الفرشه وهدهن الفويل بتاعي ده، احط دي هنا كده مكان ما انا هحط او انزل بنقطتين كده مكان ما انا هحط اللحمه بتاعتي. كده وهبدأ ان انا احط والفه في الفويل وادخله واحطه في صينيه وادخله الفرن بتاعي على 180 لمده 40 دقيقه. يطلع بقى البطون، افتح بقى يطلع جاهز. ممكن انت عايزه تحمريه شويه، بتروحي فاتحه الورقه على اخر السوى وتشغليه على الشوايه، بس هو مش محتاج، هنشوفه لما يطلع يبقى شكله ايه. انا هعمل كده وهعمل كده، سهله يا جماعه ما فيهاش اي فكره. هعمل انا كده وهبدا ان انا اضغط والفه كويس. انا هعمل كده بس عشان افرده كده، اسف معلش، هعمل كده زي اللانشون، يعني لفه اللانشون بتاعتنا. هحط كده البلبتين بتاعي وابدا ان انا الفه واضغط كده. الف ادي هعمل كده واقفل كويس، ونفس المسألة هنا برضو وهقفل برضو هنا كويس اهو كده. انا خلصت طبعا، مهم قوي شوية الزيت اللي هم على الوش دول، و احطه في صينيه وهدخله الفرن 40 دقيقه على 180 درجه. انا الفرن بتاعي جاهز، هدخله الفرن كده ونبدا نفكر بقى في الصلصه او الصوص بتاعي اللي احنا هنحطه لما نطلع الفته ونقطعها شرايح كده ونحط عليها صلصه عشان ناكل بيها، هتدي له طعم حلو يعني. انا هشيل دي كده، هجيب معايا المصفى بتاعتي وهجيب بول ازاز عشان انا محتاج ان انا الشوربه دي انا محتاجها هعصرها، فهي بتعيش انا نسيتها طبعا لما طريت خالص، بحيث ان انا بس اضغط تنزل لي السائل بتاعي. انا هعمل كده وهعمل كده يا جماعه وانزل الشوربه بتاعتي دي كده، وابدا بالمعلقه اضغط كده على الحاجه بحيث تعدي تنزل. كده تفضلي تضغطي لغايه لما تنزليها. طبعا بصوا يا جماعه، احنا بنوصل الفكره زي ما قلنا، تتعمل الشيء الاكله تتعمل ازاي. انت خليها تستوي خالص الحاجات دي، بحيث لما تضغطي كده تدوب خالص وتنزل ينزل ايه اللحم بتاع الخضروات دي، لان انا برضو عايزه يعني هيديني في كرفس وفي بصل وفي جزر، هيدوا طعم جميل قوي للايه للصلصه كمان اللي هي هتتعمل. فانا هعمل كده وبضغط عشان ينزل شويه من الصوص بتاعي. طبعا هي لازم تكون طريه جدا ومستويه يعني مهريه اصلا
بحيث ان ايه تطلع مظبوطة. اهو احنا هنعمل كده 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 اهو. طبعا في احنا بصراحة بقى عندنا يد كده بتضغط على البتاع ده بتروح عاملاها. طبعا هنا بنشتغل بالمعالق عشان حتى نقول لك ان ماشي ممكن معلقة تقضي الغرض يعني، لكن هو الطبيعي ان في حاجة بتضغط هنا بتنزل ايه العصارة كلها. فيعني ماشي احنا هنفضل وراها لغاية لما تنزل شوية عصارة وخلاص كده. طب كده انا نزلت كل اللي انا عايزه او يعني اللي استطعت عليه. هبدأ بقى اعمل يا جماعة الصلصة بتاعتي. الصلصة بتاعتي انا هجيب طاسة زي دي كده قطع النار وهجيب شوية روزميري شوية صغيرين كده من الروزميري عرف. انا هعمل كده واخد العرف الحلو ونرجع دي كده تاني وابدأ ان انا اقطعه كده. بس ايه هنعمل صلصة حلوة قوي تمشي مع لحوم كتير قوي يا جماعة. الصلصة اللي انا هعملها دي بتجيب الروزميري ده و في طاسة بشوية زيت حطينا شوية زيت ونستنى. بنعمل ايه بقى يا جماعة؟ بحط الروزماري ده عشان الزيت ياخد طعمه. دي الوصفة دي صلصة سريعة وسهلة ما فيهاش أي فكرة. هنحتاج شوية دقيق وشوية زبدة عشان يمسكها يخليها كريمة. طبعا احنا عارفين حتة الزبدة الساحرة اللي احنا قلنا عليها كذا مرة نحطها في الدقيق تقوم تربط لك الايه الصوص كله. احنا هنعمل ايه؟ هنسيب دي هنا كده اهو. هبدا ان انا وهبدا بعد دقيقه كده بعد دقيقه هبدا انزل الشوربه بتاعتي والصوص بتاعي ده. بعديها كده على النار عشان بس تاخد ريحة الروزميري. طبعا المقصد ان هي تاخد ريحة الروزميري لان الزيت يا جماعة هقولكم على حاجة طريقة تانية برضو سهلة تقدروا تعملوا بيها اي نوع زيت. الزيت الزيتون ده اي نوع اي طعم يعني للتوابل. واحنا بنتكلم كده سهلة قوي ما فيهاش فكرة. بدل ما احطها في برطمان وتقعد يعني مدة طويلة عشان تاخد الريحة لا الزيت ده يدفى. يبقى اول درجات الحراره يا جماعه هاخد انا عايز الزيت ده بطعم الريحان هاخد الريحانه وهو دافي اروح راميها فيه وسايبها تبرد. هي تبرد بسرعه بس السخونيه دي البسيطه دي بتاعت الزيت بتاخد روح الايه الطعم بتاع الحاجه. جربوا اللي انا بقوله لكم ده وهتلاقوه مظبوط. الروزماري ادفي الزيت واروح رامي الروزماري وسايبه فيه واروح واخد كله حاطه في الازازه بالورق. دي ممكن تستعملي زيت بطعم اي عشب في ساعتها بعد ما تخلصي بعد ما يبرد الزيت وتحطيه في الازازه يطلع زيت بطعم الروزميري يطلع زيت بطعم المرمريه يطلع زيت بطعم الريحان يطلع زيت باي عشب انت توابل من النوع التوابل بكزبره باي حاجه منه بيطلع. طبعا ملح وفلفل بتاعك لا مفيش ملح وفلفل. ملح وفلفل ايه؟ ملح وفلفل في الاكل بس. نعمل كده نحط الملح بتاعنا والفلفل اهو خلاص. انا هقلبها كده كويس وهبدا ان انا احط زبده ودقيق. اعمل كده وابدا انزل كمان واحده وبعدين ابدا ان انا الف الزبده دي. شويه الدقيق اللي بينزلوا مع الزبده هم طبعا فاهمين ان هم طبعا اللي بيربطوا لي.
هعمل انا بقى كده رشرش كده وايه والف بالراحه بالراحه كذا كده كده. هتبدا تجيب معايا كريمه مع اللفه على طول باستمرار كده. هتجيب معايا لازم تجيب معايا كريمه وطعمها كمان حلو بطعم الروزميري. نعمل احنا كده شويه كمان صغيرين اهو، يعني تقريبا معلقه صغيره يا جماعه دقيق او نص معلقه كبيره دقيق كده خلاص. طبعا لو انا عشان بعملها كده بسرعه قدامكم بالمعلقه، لكن انت المضرب اللي هو اليدوي ده حطي في كازرولة عاليه وحطي واضربي كده هتلم على طول، هتلم معاك على طول وهتلاقي كريمه طعمها جميل قوي بتكمل طعم حتى اللحمه النوع اللحمه اللي احنا عاملينه ده. نوع من الصلصه كده سريع بيتعمل. هو مفروض بقى ايه مكانه او الطريقه دي احنا بنعملها لما نكون بالبوتيني، طريقه زي دي البوتيني ده. البوتيني ده عشان انا ما بحطش معاه خضروات وبسويها معاه هو لوحده، بيتقفل في الفويل بيخش الفرن، فما فيش صوص، ما فيش طريقه اعمل بيها صوص، فبعمل ده اللي هو السريع. لكن لو في طرق تانية بحط اللحمه وبحط معاها كل الخضروات في الصينيه وبدخلها الفرن ونص الوقت بنزل عليها عصير عنب احمر او ابيض على حسب، وبدخلها تاني الفرن بيبدا يتقل ويكون سوى الخضروات. باخد الخضروات دي كلها اعصرها زي ما احنا عملنا وابدا اعمل الصلصه تديني طعم الصلصه حتى تاخد الروح بتاع اللحمه اللي احنا عاملينها. لكن انا عملت لحمه في فرن بس ما حطيتش معاها ايه المكونات بتاعتي اللي هي هتعمل لي صوص، فانا هعمل الصوص على جنب عشان لما اجي اكل احط منه كده معلقه دافيه. طبعا ده بيتدفى بسهوله، شويه ميه لما بيمسك شويه ميه تحلليه يرجع تاني زي ما كان. بدات تتقل معايا بالفعل اهي داخله في التقل. الصلصه بتاعتي يا جماعه تقلت تقريبا خلاص، الطبق بتاعتنا خلص، الطبق بتاعنا خلص، هنشوفه لما يكون جاهز. طبعا يا جماعه بتاع النهارده احنا عملناه ونتمنى ان انتوا يحوز اعجابكم. ادي الصلصه بعمل كده وبحط حاجه بسيطه كده عشان طبعا الصلصه دي المفروض انها تتاكل مع كل شريحه. شكرا لكم وشكرا لحسن المشاهده. ان شاء الله نتقابل في اطباق تانيه اطباق جديده وبون ابيتيتو.